يقول الراوي هذه الرواية في البحار جزء 47 صفحة 71 يقول: كنت نازلا بالمدينة في دار وكان فيها وصيفة كانت تعجبني. هذا الابتلاء الذي تبتلى به البيوت التي فيها خدم وبالذات اذا الخادمه مو ملتزمه بموازين الحجاب كاملا. يبتلى بها الافراد الذين يعيشون في المجالات المفتوحه مثل شبابنا الاعزاء اللي يعيشون في الجامعات ويتعرضون الى امتحان صعب جامعه مختلطه. شاب ما متزوج، يعيش الإثارة ويعيش الإغراء، هو يحتاج إلى تصميم وإرادة، يقول: "فانصرفت ليلا ممسيا فاستفتحت الباب" ليل، ماكو واحد يشوف كما يتصور، طرق الباب هذا الرجل، بيت مضيفة ففتحت لي هذه الوصيفة الباب، لحظات الامتحان الإلهي في هذه اللحظات، هيجان يحدث، ثورة تحدث، إذا واحد لحظة تملك نفسه ينتهي كل شيء لحظة تفصل بين السقوط وبين الارتفاع يقول فمددت يدي مقطعك نتجاوزه فلما كان من الغد دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي يا فلان تب الى الله مما صنعت البارحه، تورطت في معصيه الله، تب الى الله. وفي روايه اخرى في الوسائل جزء 20 صفحه 196 عن شخص اخر: اما تعلم ان امرنا هذا لا يتم الا بالورع؟ المؤمن يجب ان يكون ورعا، يجب ان يحفظ نفسه في هذه اللحظات، اصلا الله ليش جايبنا الى هذه الحياه؟ لهذه اللحظات، والا الانسان في مسيرته العاديه كل يوم ياتي الى البيت ويأكل وينام ويذهب الى السوق ويبيع ويشتري. هذا ما شكل امتحانا، الامتحان هذه اللحظة، الله تعالى جابنا لهذه اللحظات، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، احنا كل حياتنا لهذه اللحظات، واحد يسقط في هذه اللحظات، هذا هو المهم